السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الخوت والخواتات واللي متابعينا القناة، كنتمنى تكونوا بخير، نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نديرو سروال فيه جوج بليات، ولكن حنا غادي نهضروا على اللي ما فيهش البليه، ونهضروا على بليه وحده، ونهضروا على جوج بليات، ونهضروا على ثلاثه البليات. يعني راه ما كاينش الفرق، غير واحد شويه هكا غير حضر عقلك وراك دير كلشي ان شاء الله. هاد القياس هذا راه كبير شي شويه، عندي فيه 50.5 الحزام، عندي 57 في الباصان، عندي 22 في البالما، عندي 30 في الركبه، جوج البليات. اول حاجه كنهز واحد الخط علاش غادي نخدم الزاويه قائمه، وكنخلي هذا العرق ماليزير ديال الثوب حتى هي كنحيدها باش كنبدا عليها الخدمه. عندي في الطول ديال السروال كنعبروا مقياس ديال الطول ديال السروال كنعبروا من تحت الحزام، من تحت الحزام كناخذوا العبار ديال السروال. الى خديت القياس على الباصان، الى خديت القياس على الباصان، الى خديت القياس على البصل او الحوض ولا اش كتقولوا، الى خديت القياس لاصق كنزيد عليه 3 سنتيم او 4 وكنخدم. هذا ما غندير ليه لا بليات لا والو، ولا كنت غندير البليات راه البليات كان القياس اللي كناخذ هو اللي كناخذ. وفي الخدمه هناك في الصاله هنا فاش كنزيد البليات، عندي 57 في الباصان كنقسمها على جوج، وكنقسم منها جوج سنتيم. 57 مقسومة على جوج 28 ناقص جوج سنتيم 28.5 ناقص جوج سنتيم 26.5. كنزيد 26.5 وكنزل الركبة، يا إما كنقسم الطول عندي في الطول السروال 99 كنزيد عليها سنتيم وكندير مترو وكنقسمها في النص، نقسمها في النص وننزل واحد جوج سنتيم الركبة. هادي التنية او الرولاج ديال التحت، شحال ما بغيت دير فيه 5 6 حتى 8 سنتيم. الا ما كان عندك شك في الطول دير 5 سنتيم بارك. من هنا غادي ناخد، من هنا غادي نبدا الخدمة. عندي بلية وحدة كنبداها من جوج سنتيم او سنتيم ونص، بلية وحدة كندير هنا سنتيم ونص او جوج سنتيم، عاد كنبدا الخدمة ديالي بحال بغيت نفصل سروال عادي، وكتبقى هاد القيمة هادي زايدة على حساب البليات، على حساب البلية، بلية وحدة. انا بغيت ندير جوج البليات غادي ندير 3 سنتيم، منديرش 4 غندير 3، يعني نحدني كنزيد وكننقص. الاولى درت جوج سنتيم، منين بغيت ندير جوج بليات درت 3 سنتيم باش ما نزيدش اتساع بزاف. بغيت ندير 3 البليات غادي ندير 4 سنتيم او 4.5، والتقسيم ديالهم غادي يكون هنا في الحزام. هذا غندير ليه جوج البليات، انا دخلت هنا
ثلاثة سنتيم. من بعد نهز الباصان ديالي، عندي 57 مقسومة على جوج هي 28.5. نحط هنا 28.5. هاد لا فورشيط هادي عندها هاد لا فورشيط ولا سميت باباها لا فورش لا فورش ولا لا فورشيط، المهم عندها قاعدة ديالها، ولكن انا ما كنخدمهاش. قوة القسمات 5 سنتيم بالنسبة لهاد الكبير هذا، غادي ندير له 5، وإلا درت قاعدته غادي تخرج ليا 5. وكنقبض هاد الشي كامل كنقسمو على جوج. من هنا التراصيل هذا هاد القسمة هادي، شحال عندي هاد القياس اللي عندي هنا هو اللي كنحط هنا، عندي في الركبة 30، كندير 15 من هنا ومن هنا 15 هي 30 عندي في الركبة، يعني داكشي اللي عندي في الركبة كنحطو، والقيمة د الخياطة راه كنزيدها في الدار. هذا الخط ديال البلي، وعندي قلنا جوج بليات ما غاديش نهضر عليهم دابا، غادي نطراسي هذا نيشة للفوق. هنا كنزل جوج سنتيم حتى لجوج ونص، وكنعبر الحزام ديالي. هنا عندي في الحزام 50.5، هادشي اساسي يعني الحسابات راه كاين الحساب غير هنا، يعني كندخل 3 سنتيم ديال على حسب بغيت ندير جوج بليات، وكنحط نصف ربع دورة الباصان، يعني هنايا راه مقيدين 57 راه نص 114، الربع هو هذا 28.5، وكنزيد عليه هاد الخدمة هادي. وكنجي للسنطة الحزام، عندي 50.5، 50.5 كنقسمها على جوج كتعطيني 25.2 دالميلم، هادي 25.2 دالميلم، وكنزيد عليها جوج سنتيم خياطة، سنتيم غيمشي لنا من هنا وسنتيم غيمشي لنا من له، وكنزيد عليها البليات. هادشي اللي بقى ليا هنا حتى لهاد حتى للحد ديال التوب كنقسمو على جوج، اللي عطاني كانت فيه 6 سنتيم كندير في بلية 3 وكندير 3 في الأخرى، كانت فيه 5 كندير 2.5، 2.5 كانت فيه 4 كندير، لأن دابا هذا عندو 57 في البصل وعندو 50 في الحزام، لو كانت عندو في الحزام مثلا 54 في الحزام راه مغتبقالناش هنايا 5 سنتيم ديال البليات. هادشي اللي بقالنا هنا بقاتنا هنا 5، ما غتبقالناش، لو كان عندو حزام كبير اكثر من هكا ما غتبقالناش هنا، غتبقالنا 4 3 3، نقسموها على جوج نديروها جوج بليات، والقيمه ديالها راه زنان هنا. هذا حسب شي واحد عندو الكرش. هذا شط لينا 5 سنتيم، حطينا 25.5 شي حاجه، وحطينا 2 سنتيم ديال الخياطه، وزدنا 5 سنتيم ديال البليات. الوغ 5 سنتيم ديال البليات غنجيو لهنا لهاد الخط ديال المصلوح، كنديرو 2.5، هادي بلية، وكنحطو 4 سنتيم أو 4.5، عاوتاني كنديرو بلية أخرى ديال 2.5 سنتيم. هنا كندخل
أربعة ونص باش كانت راسي الجيب ديالي وكان هبط هنايا 19 سنتيم، وكان دخل بسنتيم هنا وكان راسي الجيب. هنا كتزدي البليات ديالك وتركب الجيب وكتخدم سنتيمات الخياطة، كلشي دايز. هنا شحال دخلت؟ هنا 5، هنا غنطلع بخمسة 6 وندور. هنا راني خارج هنايا 2 سنتيم باش طالع هنايا. كنتمنى يكون هادشي مفهوم. كنت باغي ندير ثلاثة د البليات، راه هادشي اللي بقى لي هنا كنقسمو على البليات وكندير ما بيناتهم. هنا درت 4.5، الا كانت البليات راه غندير غير 3 وندير بليه وندير 3 وندير بليه. ما كانوش البليات راه كتلغى هادي خطره، ما كتكونش يعني كان هاد من هنا كندخل الباصان وكندير البليات. راه عندي فلاشين الفيديو، راه يلاه درته. هنا في البالما عندي 22، 11، 11. هنا كنخرج على الاقل، لان هنا ملي كنطويو السروال لهنايا هادي الا طويناها هنا غادي تجيني هنا وغيجينا مضيق، يعني هنا كنزيدو 1 سنتيم. ملي طويها باش ما تجيكش هنا دايرة معنكشة. شوفوا المسطرات ديالي، داكشي مغيز، راه ولاو كيطلبوهم ليا وراني وليت كنصايبهم. دابا اللي بغاهم يطلبهم ليا نصايبهم ليه، ثمن مناسب وهما راه فيهم الخدمة. نقطعو الضوفة ديالنا باش نطراسيو الديرير ان شاء الله. الكرانات، الكرانات ما تنساوش الكرانة ديال السنسلة، بليات.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.